وسائط النقل الأرضية. السفينة. دأب الإنسان منذ آلاف السنين على استخدام السفن في ارتياد البحر الذي تجذبه أسراره، حيث أبحر من أجل الاستكشاف والتجارة والغزو. وربما جاءت فكرة ركوب الماء حين لاحظ الإنسان أن جذع الشجرة الخشبي يطوف فوق الماء، فقام الإنسان القديم بصنع العوامات مستخدماً جذوع الأشجار المربوطة والمصفوفة إلى بعضها البعض. ولم تكن سفينة سيدنا نوح أول سفينة لامست سطح الماء في تاريخ البحار، ولكن كانت تطويراً لسفن بدائية قبلها، وكانت أول عبارة ضخمة في التاريخ كونها حملت الإنسان والحيوان. وبمرور الوقت استطاع الإنسان أن يصنع المراكب من الخشب، وقد قام المصريون القدماء بصنع الطوافات من نبات البرد على شكل حقائب كبيرة. وهم أول من اخترع المراكب المجدافية التي تعمل على قوة الإنسان العضلية، والشراعية التي تعمل على قوة الرياح، ومنذ أكثر من 5000 سنة. ويعود الفضل للعرب بتزويد السفن بفنون الملاحة البحرية كالبوصلة والاسترلاب والخرائط الدقيقة التي اعتمدت على المعلومات الفلكية المزدهرة في ذلك الحين، كما اشتهر العديد من الرحالة والمؤرخين العرب، ومن أشهرهم البيروني الذي قدم أوصافاً للبحار الشمالية المتجمدة والكائنات البحرية، والإدريسي الذي أسس علم الجغرافيا والذي استخدمت مصوراته في النهضة الأوروبية الحديثة. وهناك البحار العربي سليمان التاجر، والذي ربما يكون أصلاً للشخصية الخيالية المقتبسة من كتاب ألف ليلة وليلة، شخصية السندباد، حيث كان بحاراً وتاجراً عربياً من بغداد يهوى الإبحار والمغامرات ويواجه المتاعب والمصاعب أثناء رحلاته الطويلة في البحر. في العصور الوسطى ازدهرت صناعة السفن الشراعية، حيث تم من خلالها اكتشاف العديد من قارات العالم، حيث تمكن البحار الإيطالي كريستوفر كولومبوس عام 1498 من اكتشاف القارة الأمريكية، كما يعود لها الفضل في إثبات حقيقة كروية الأرض. وفي أواخر القرن 18 ظهرت السفن البخارية التي تعمل على الفحم، ومن أشهرها سفينة التايتانيك العملاقة، حيث كانت أكبر سفينة تنقل البشر في ذلك الوقت. وفي العصور الحديثة ظهرت السفن التي تعمل على الوقود، التي تعتبر أفضل وسيلة نقل قادرة على حمل الأوزان التي لا تتمكن أي وسيلة أخرى على حملها. واليوم هنالك السفن العملاقة كحاملة الطائرات وناقلة النفط وكاسحة الجليد وغيرها. سنقوم الآن بصنع هذه السفينة الشراعية بفن طي الورق، انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي المربع مناصفة على طول المنصف ثم نعيده. ثم نقوم بطي الطرفين العلوي والسفلي للنموذج نحو المنصف. نجلب زاويتي النموذج من الجهة اليمنى نحو الخط المركزي العمودي. نكرر العملية بجلب زاويتي النموذج من الجهة اليسرى نحو الخط المركزي العمودي. نطوي الطرف الأيسر للنموذج باتجاه الخلف
ونحو الجهة اليمنى ليتوضع بشكل قائم مع الطرف الأيمن. نقلب النموذج ثم نرسم خطاً مائلاً كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي المثلث الأيمن من النموذج باتجاه الأسفل. نقلب النموذج، وهكذا تتشكل لدينا هذه السفينة الشراعية الورقية الجميلة. وسنقوم مرة أخرى بإعادة الخطوات كاملة، ركزوا انتباهكم. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي المربع مناصفة على طول المنصف ثم نعيده. ثم نقوم بطي الطرفين العلوي والسفلي للنموذج نحو المنصف. نجلب زاويتي النموذج من الجهة اليمنى نحو الخط المركزي العمودي. نكرر العملية بجلب زاويتي النموذج من الجهة اليسرى نحو الخط المركزي العمودي. نطوي الطرف الأيسر للنموذج باتجاه الخلف ونحو الجهة اليمنى ليتوضع بشكل قائم مع الطرف الأيمن. نقلب النموذج ثم نرسم خطاً مائلاً كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي المثلث الأيمن من النموذج باتجاه الأسفل. نقلب النموذج، وهكذا تتشكل لدينا هذه السفينة الشراعية الورقية الجميلة. سنقوم الآن بصنع سفينة أخرى بفن طي الورق. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي طرفي النموذج المتجاورين في الأعلى نحو القطر. نقلب النموذج، ثم نطوي النموذج مناصفة على طول القطر. نرسم خطاً مائلاً في القسم السفلي للنموذج كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف السفلي للنموذج نحو الأعلى ثم نعيده. ننشر النموذج ليستقيم الشكل. نقوم بسحب الرأس السفلي للنموذج نحو الجهة اليمنى مع طي الطرف الأيمن نحو الجهة اليسرى باتجاه الخلف. نقلب النموذج، وهكذا تتشكل لدينا هذه السفينة الورقية الجميلة. السيارة. كان الإنسان قديماً يقطع المسافات الشاسعة على قدميه حاملاً الأشياء الثقيلة على ظهره، ثم ألحت عليه الحاجة لإيجاد وسيلة أسهل وأقل مشقة، فأدرك أن فكرة السحب والدحرجة على الأرض أسهل وأنسب. ومن هنا جاءت فكرة العجلات التي استخدمها الإنسان في تسيير العربات، حيث استخدم الحيوانات كالخيول لجر العربات، والتي تعتبر الشكل القديم للسيارات التي نستخدمها اليوم. وكان الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي أول من صمم عربة آلية على الورق. وفي عام 1839
سجل روبرت ويليام تومسون براءة اختراع أول إطار ينفخ بالهواء، وقد استخدمت هذه الإطارات لعربات الخيول، حيث لم تكن السيارات قد اخترعت بعد. وفي عام 1886 تمكن الألماني ديملر من إنتاج أول سيارة بأربع عجلات في العالم، وبعدها أنتج الأمريكي هنري فورد أول سيارة أمريكية. وفي عام 1900 وصلت السيارات إلى شكلها الحالي، وقد ظهرت أول سيارة مرسيدس في العالم عام 1901، ويرجع اسم مرسيدس إلى ابنة أحد التجار النمساويين الذي كان شريكاً لديملر. ثم تتالت بعد ذلك سريعاً التطورات المتلاحقة على السيارة التي أضافت إليها المزيد من عوامل الأمان والراحة والقوة والسرعة، وظهرت العديد من شركات السيارات حول العالم. وبعدها انتشرت السيارات وتعددت أشكالها واستخداماتها، وقد كانت أول سيارة تدخل إلى الوطن العربي هي سيارة الملك فؤاد ملك مصر، وبعدها دخلت إلى العراق وسوريا ودول الخليج العربي، وبعد ذلك انتشرت السيارات حول العالم بكثافة وتعددت أشكالها واستخداماتها، وأصبحت وسيلة نقل أساسية تؤمن الراحة والأمان والسرعة والرفاهية. سنقوم الآن بصنع هذه السيارة بفن طي الورق، انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي المربع مناصفة على طول المنصف. نطوي الطرف العلوي لطبقة الخارجية نحو الأسفل لينطبق على المنصف، ثم نطوي الطرف العلوي لطبقة الداخلية نحو الأسفل أيضاً لينطبق على المنصف. نقلب النموذج، ثم نرسم خطاً مائلاً في الجهة اليسرى للنموذج كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف الأيسر نحو الأعلى ثم نعيده. ثم نرسم خطاً مائلاً آخر كما يظهر لكم في الشكل، ثم نقوم بسحب الرأس الأيسر للطبقة الخارجية نحو الجهة اليمنى، ثم نعيده مع طي المثلث نحو الأعلى. نكرر العملية على الطرف الأيمن للنموذج. نرسم خطاً صغيراً مائلاً في المثلث الأيسر كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الرأس العلوي باتجاه القاعدة ثم نعيده، ثم نسحب الرأس العلوي نحو الأسفل. ثم نقوم بطي الرأسين العلوي والسفلي نحو الداخل، ثم نعيد طي الطرف السفلي نحو الأعلى ليستقيم الشكل. نكرر العملية على المثلث الأيمن. نرسم خطاً أفقياً منصفاً للمستطيل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف السفلي نحو الأعلى،
ثم نطوي الطرف كاملا نحو الأعلى. ثم نرسم خطا مائلا صغيرا في الجهة اليسرى كما يظهر لكم في الشكل. ومن هذا الخط نطوي الطرف الأيسر نحو الجهة اليمنى. ثم نعيد طي الطرف نحو الأسفل ليستقيم الشكل. نقلب النموذج ونكرر العملية السابقة. نقلب النموذج وهكذا تتشكل لدينا هذه السيارة الورقية الجميلة. وسنقوم مرة أخرى بإعادة الخطوات كاملة، ركزوا انتباهكم. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي المربع مناصفة على طول المنصف. نطوي الطرف العلوي للطبقة الخارجية نحو الأسفل لينطبق على المنصف. ثم نطوي الطرف العلوي للطبقة الداخلية نحو الأسفل أيضاً لينطبق على المنصف. نقلب النموذج ثم نرسم خطاً مائلاً في الجهة اليسرى للنموذج كما يظهر لكم في الشكل. وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف الأيسر نحو الأعلى ثم نعيده. ثم نرسم خطاً مائلاً آخر كما يظهر لكم في الشكل. ثم نقوم بسحب الرأس الأيسر للطبقة الخارجية نحو الجهة اليمنى. ثم نعيده مع طي المثلث نحو الأعلى. نكرر العملية على الطرف الأيمن للنموذج. نرسم خطاً صغيراً مائلاً في المثلث الأيسر كما يظهر لكم في الشكل. وعلى طول هذا الخط نطوي الرأس العلوي باتجاه القاعدة ثم نعيده. ثم نسحب الرأس العلوي نحو الأسفل. ثم نقوم بطي الرأسين العلوي والسفلي نحو الداخل. ثم نعيد طي الطرف السفلي نحو الأعلى ليستقيم الشكل. نكرر العملية على المثلث الأيمن. نرسم خطاً أفقياً منصفاً للمستطيل. وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف السفلي نحو الأعلى. ثم نطوي الطرف كاملاً نحو الأعلى. ثم نرسم خطاً مائلاً صغيراً في الجهة اليسرى كما يظهر لكم في الشكل. ومن هذا الخط نطوي الطرف الأيسر نحو الجهة اليمنى. ثم نعيد طي الطرف نحو الأسفل ليستقيم الشكل. نقلب النموذج ونكرر العملية السابقة. نقلب النموذج وهكذا تتشكل لدينا هذه السيارة الورقية الجميلة.